مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاجعه من منطقة درب السلطان قرب محطة ولاد زيان، الشيفور عطى الكريسون يصوب، دار مصيبة، دار كارثة. شوفوا معنا اش دار. تيقولوا أن جوج ديال الناس توفاو، وشوفوا هاد السيارة كيولاو، جوج ديال الناس توفاو، جوج ديال الناس توفاو وخمسة بحالة الخطر. وهادشي اللي دار راه مصيبة. الشيفور عطى الكريسون ديالو يسوق، شوفوا شنو دار. جوج ديال الناس لحد الساعة ماتوا، الله يرحمهم. شوف التهور، شوفوا التهور فين وصل من سائق ديال الحافلة اللي عطى الشيفور الكريسون ديالو يسوق، ولكن دار كارثة، قتل جوج ديال الناس وصيفط الناس للمستعجلات هنا قرب محطة ولاد زيان. ولاد زيان هذا الشيء كيخلع، هذه المصيبة اللي دارها السيد، هذا الشيفور اللي عاطل الكريسون ديالو، ما عنده لا بيرمي لا والو، عطاه طونو، عطاه الكار ديالو، شوفوا شنو دار. عطاه يتريني بالكار ديالو، ولكن راه ترينا نيت كما شتو معانا، صيفط الناس للروضه وصيفط الناس للمستعجلات. هادشي راه كارثه، كارثه بكل المعاني وكارثه بكل المقاييس. كما كتشوفوا معنا حضور الوقايه المدنيه، رجال الاسعاف، وانتم معنا المباشر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللي صيفط الكار هادو دابا هما باقيين هاد السلوكات، دابا كنا ما حتى نجيب الطوموبيل، دابا راه غادي تفركيه. دابا عاود الناس شنو وقع؟ عندي انا صاحبي، واش بدا موطين بصوت كثير؟ عيونس خلينا نحترموك. دابا شنو وقع؟ عاود لي شنو وقع بالضبط؟ شنو وقع بالضبط السيد؟ انا ما حضرتش لهم في الاول. ايه ومن بعد هذا جيت. ملي ما عاودوا لي راه جاوا. خويا السلام عليكم. السلام عليكم. واش السلام عليكم؟ نسولوك الله يخليك، اشنو وقع؟ سمعنا المباشر الحدث 24. اشنو وقع اخويا؟ عاود الناس اشنو وقع؟ كيران اخويا ولينا لاقيين معاهم مشكل هنايا، هاد الزنقة هادي بعد حنا خدامين هنا ولينا لاقيين معاهم مشكل. واش السرعة ولا شنو؟ خويا راه داير مسير يا خويا، ما عرفناش سكران، ما عرفنا راه ضرب طونوبيلات، ضرب كلشي. مات سكران، ما عرفنا، ما عرفناش. واش التهور؟ مسكينة مرة مسكينة تزيناميش، وشحال من الامبليسين شحال؟ عندك اخويا واحد المرة مسكينة راه توفات تزيناميش في البلاصة هذيك، في البلاصة قال لك شي واحد مات في السبيطار. شتي ثلاثة الناس في السبيطار وجوج رجالة راه ما عرفناهمش واش ماتوا ولا لا. التهور هذا الشيء. اخويا راه تولي حنا كنعانيو مع السكران. السكر السكر في البلاصة ديال السكران كنلقاو كنلقاو قاعدة ديال الشراب، السكر كبيرة، هذاك الشيء الفانيد، المراقبة لا والو. الله ينصر سيدنا، عاش الملك. ولكن هذا الشيء هذه راه زنقه ضيقه باش يجي بهذه السرعه ويكرفص الناس، راه الناس كرفصوا. 120 120 ولا اكثر. بحال السكر. راه داير مكسير يا خويا، راه خمس الناس كاملين بزاف. جاي مكسير. ما دار كيأتمن على 8 كيز ما شحال بلاصه. اخويا راه قلبوا لي، راه قلبوا لي. بقاو غادي شي سرعه. شكرا اخويا. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي الحدث 24، كارثه. شوفوا الزنقه قداش وباش تدور بسرعه كبيره. شوفوا شنو وقع هنا، واش هرب عليه الكار، واش شنو وقع الله اعلم. حنا يلاه جينا وكننقلوا لكم مباشر. شوفوا الطوموبيل هي دوبل في، شوفوا كيف وصلات. السيده قالوا ماتت، السيده وحده اخرى قال لك ماتت في السبيطار. الناس هزوهم بحاله الخطر. ترى ماشي السرعه، شي حاجه اكثر من السرعه. ترى نوع من انواع التهور ولا مبالاه، وحنا كنتواجدوا قدام المحطه الطرقيه ولا زيان على بعد امتار. راه هادشي راه بزاف، خاص الناس يتقوا الله. راه ارواح مشات والناس مشاو للسبيطار، كاين اللي غتكون عنده الله يسر عاهه مستديمه. والناس معتمدين على الارواح ديال الناس. ملي كيعطيوك البيرمي باش تسوق، باش تنقل الناس، خصك ديهم في امان وتجيبهم في امان. الناس كما قالوا هذه، شوف الزنقه، واش الكار يمكن يدور في هذه الزنقه اللي عامره بالناس بهذه السرعه وبهذا الشيء؟ راه لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الشيء راه بزاف، هذا الشيء راه بزاف. شوفوا معنا الحاله ديال الطوموبيل كيفاش ولات دوبل في،
غنوريكم من جميع الزوايا، والدم باقي في البلايص ديال الناس. شوفوا معنا، شوفوا معنا، شوفوا الطوموبيله باقا دوبل في، شوفوا فين دخلت المحل التجاري، وشوفوا العمود ديال الضو. دونك راه كان جايب واحد السرعه كبيره باش الدرا الا كنتي جايب واحد السرعه غادي تقوسها، ماشي تدخلها وتديرها في هذه الكارثه. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، شوفوا الحاله ديال الصناد ديال الناس المساكن اللي كانوا هنا، بقاو صناد لهم الله يرحمهم. وشوفوا معنا هذا شرا بزاف، شوفوا غير بزاف، شوفوا معنا الحاله ديال الطوموبيل. الله يهدي هاد الناس شويه، الله يهديهم، الله يهديهم. ندير الزنقه مضيقه وتجيب هاد السرعه وتجيب هاد الشيء، راه ما يبغي الا الله لا عبد. وهذا راس مال الارواح ديال الناس، راه لا يعقل. الناس راه مخلوعين ما مصدقينش هاد الشيء، راه ما لا اله الا الله محمد رسول الله. ان الانسان باش يجيب هاد السرعه ويدير هاد الكارثه، كارثه بحقاش بوتسيات. شي كيقول السكر، شي كيقول السرعه، وحنا كنقلوا لكم الصوره باش تشاهدوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي الحدث 24. شوفوا هاد الحاله، شوفوا هاد المصيبه اللي دارت السيد. شنو ندن بهاد المراوات اللي ماتوا، وشنو ندن بهاد الناس اللي رسلتي من المستعجلات؟ تهور، هذا راه السبب هو غير التهور ولا مبالاة. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، نحن معكم على المباشر. إذا تقطع هذا البث تعرفوا أن البطارية ديال الهاتف سالات، ولكن مازال حنا معكم على المباشر. إذا تقطع هذا البث تعرفوا أن البطارية ديال الهاتف انتهت، وحنا مازال كنقول لكم هذا الشيء. اللي بغى يعرف هذا الشيء حدا محطة ولاد زيان من جهة المعاكسة قرب السوق النموذجي، هذا الشيء في درب السلطان قريب حي الفرح. هاد الناس ما شاء الله، الله يهديهم، الله يهديهم. السرعة خويا عبد الله راه هادي راه كارثة. واش السرعة والشراب زنقة داير، وكيقولوا الناس حنا ما حضرناش ليه. يلاه جينا مشاهدينا الكرام باش نقول لكم هذا الخبر من هذه المنطقة ديال محطة ولاد زيان. كما كتشوفوا معنا خلف عيد الموسى، وخلف عدة إصابات بليغة، وخلف خسائر مادية. البوطو هذا ديال الضو طيحوا الضو. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، كار حيدو كما سبقنا وشرنا لكم، هذا راه كار دخل ودار هذه الروينه هنا، دار هذه الفضيحه هنا، والناس ديال الوقايه المدنيه داروا خدمتهم مشكورين. كما كتشاهدوا معنا مباشره مشاهدينا الكرام، كارثه بجميع المقاييس بجميع العناوين. نجي
كما كتشاهدوا معنا هذه راه كارثه مشاهدينا الكرام. البطل ديالها هو واحد الشيفور مشهور اللي عطى الكريسون يصوب، من بعد ما عطاه هو في حاله سكر جايب واحد السرعه مفرطه، السرعه مفرطه او فائقه، هذا الشيء بقرب المحطه يعني، وهذه درب فيه الدراري الصغار في وليدات يلعبوا، يعني ماشي الشارع ماشي لوطوروت، ماشي طريق السيار، ماشي يعني ما كانش الشيفور مشهور عطى هذا ما كانش غتوقع الكارثه كما كتشوفوا معنا التصاور وسبب هذه الكارثه اللي كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من قرب من محطه ولاد الزيان. وهذا الشيء راه كما قلنا لكم راه بزاف لا اله الا الله، الله يرحم الموتى مساكن الله يرحمهم. هذا الشيء كما قلنا وكما كنعاودوا امام محطه ولاد الزيان من جهه العكسيه قرب سوق النموذجي مقابل ديال الدرب الكبير، وهذا الدرب الكبير هذا اللي حول هذه الزنقه المأسم، ماتوا الناس، رسل الناس للمستعجلات كما كتشوفوا معنا الوقايه المدنيه مازال كت كما كتشاهدوا معنا المشاهدين الكرام. و هذا الشيء راه لا اله الا الله محمد رسول الله، الكار جات خلف كل شيء، جرح اللي جرح وقتل اللي قتل، اسبابه هو التهور وربما ما عندناش الاكيد ان اسبابه هو الشراب، ان اللي كان سايق كان في حاله متقدمه من المخمور. مشاهدينا الكرام مازال كتشاهدوا معنا هذه الصور الحيه من الموقع اللي وقعت فيه الكارثه ديال هذا الكار اللي كان جايب واحد السرعه فائقه ودار هذه المصيبه، قتل الناس، صيفط الناس للمستعجلات. لا اله الا الله محمد رسول الله. والان غيتم جر هذا ابقات ما نقولوا سياره، كان سياره ابقى فيها مي غير صالحه للاستعمال، وحنا تحت الاضواء باش يتم قطع الكهرباء للدرب كامل، خصهم يحيدوا الضوء باش يمكن يجر هادشي باش ما توقعش شي كارثه اخرى ولا شي مصيبه اخرى. فعلا حيدوا الضوء على الدرب كامل، يلاه رجال الوقايه خدامين بالضوء ديالهم كما كتشوفوا معنا مشكورين كيقوموا بهذا الدور ديالهم. حطوا الضوء على الدرب كامل باش يتمكنوا به. كما كتشوفوا معنا المجهودات ديال الوقايه المدنيه باش يحيدوا هذا الضوء باش يمكن جر هذا، وحتى المجهودات ديال الامن الوطني تاهما قايمين بالدور ديالهم والواجب ديالهم. كما كتشوفوا معنا جات لاليديك باش يقطعوا الضوء، ولان راه يشكل خطر لان الضوء هنا كما كتشوفوا معنا هذا الشيء راه وهذا الشيء كله خويا عبد الله سبب التهور، اولا واخيرا سبب التهور. إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي الحدث 24 كنا معكم على المباشر من قرب محطة ولاد الزيان فين وقعت هذه الكارثة، إلى السيد اللي سايق بهذه الطريقة. شوفوا البولات ديال الضو فين وصلوا. إذن مشاهدينا الكرام
دمتم في رعايه الله. وبنادم راه خصو يدير شويه الحيطه والحذر، اش ما توقعش كوارث بحال هكا يمشيو ضحايا. ما عرفت ما نقول، الله العظيم ما عرفت نقول. الحشومه كاع وصلوا لهاد الحاله. من شكرا لكم على حسن المتابعه، ونلتقي في بشر اخر. دمتم في رعايه الله، ونشكر لكم اختياركم لقناه الحدث 24 كمنصه التواصل. ونتمنىكم تبارطاجيو معنا هذا الفيديو وتابونيو معنا. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء.